السلام عليكم. باختصار شديد، أنا أدعو للتنمر أحيانا. التنمر ليس مذموما على كل حال، التنمر على من ينشر قلة الحياة والفحش والسفالة في وسائل التواصل، هذا التنمر عليه مطلوب. من يستغل الشهرة، شاعر ولا مغني ولا أيا كان، يستغل شهرته في تشبيك النسوان والعبث بأعراض الناس، هذا لابد أن تتنمر عليه. ترى أنت تنصح بأدب ورفق حتى تقنع، لكن إذا وجدت مكابرة وإصرار على مثل هذه السفالات، لابد أن تنصح بحدة لتصفع، تأدب هذه الأشكال، تكشفها أمام الناس. ولذلك الغيبة اللي هي من كبائر الذنوب في مواطن التحذير من أهل الفسق اللي يستشري فسقهم وفجورهم، لا يؤثم عليها الإنسان بل يؤجر تحذيرا للناس. أنا ما تكلمت ولا مرة بهالأسلوب الحاد، لكن الموضوع جدا يعني مقزز.